اليوم. راه ما غنسمحوش ليك واكثر من ذلك. انا كنقولها راه حنا هاد معنا الضحايا، راه حنا من دابا 15 يوم اللي ما كانش حل قبل السفاره، حنا امام المركب ديالك اللي في ضرب وعزه. بكي باش كنبكي ليا انا، انا كنبكي على الضحايا اللي وراي، لاني تحملت مسؤوليه كبيره جدا ولا انا جد الحلول. ورود من القضاء، من القضاء. الناس عذبونا، اقسم بالله الا عذبونا. نطالب من القضاء النزيه، لا يعقى لعباد الله، لا يعقى لعباد الله. انا نجي نشري منهم. اضحك علينا، اضحك علينا في بلادنا وحضرونا، في بلادنا وحضرونا، في دهورنا طعنونا، في دهورنا طعنونا. من طبيعه الحال كما كان يخفى على الجميع، وهذا المشكل ديال الضحايا ديال الصفاء فهو مشكل يعني ولا ديال الراي عام ديال على الصعيد الوطني. واليوم جينا امام المحكمه من اجل الحمد لله اول حاجه كنطيقوا في القضاء ديالنا، في نزاهه القضاء ديالنا. هاد الناس اللي جاو حكرونا من بعيد وجاو باش انهم يدوا زعما يدوا فلوسنا، حنا راه ما نكونوش يعني اكله سهله المنال. كما كتعرف درنا عده وقفات سواء في مدينه اسفي سواء في 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 في, في الرباط امام السفاره. اليوم جينا بعد ما يعني وقعت تطورات في الملف، ان الملف كما كيعلم الجميع ان هذه الارض كان كيملكوها ثلاثه الناس، اللي هو ورثه صالح الحميد والسيد عادل قطان والسيد منصور الكينو على الزوجه ديالو. اليوم الحمد لله كاين واحد كما كنقولوا واحد بذره امل، ان السيد منصور يعني قدم بعض التنازلات من اجل يعني ايجاد الحل مع الضحايا. حنا المشكل دابا اليوم جينا كنتفاجئوا، السيد اللي كان تيوعدنا بانه راه باغي يحل المشكل هو الان المعرقل للملف، بينما ورثه صالح الحميد، وهذه نقولها للامانه لان الذي يعرض الاشياء ديال الخير خاصك تكون مامون تقول يعني اللي كاين. ورثه صالح الحميد الذين لم يكن لهم ذنب لا في التعاقد سواء مع الشركه الحره سملت، جاو تقدموا وجاو عندنا مرارا وتكرارا تقريبا ثلاثه المرات بجوا عندنا الاسفي وقاموا بوعود الحمد لله غيتقدموا بوعود كتابيه من اجل انصاف الضحايا، بان بالناس اللي بغاو البقع ديالهم غياخذوها واللي بغى الفلوس ديالو غياخذها. بينما السيد عادل قطان الذي الان هو يعرقل المشروع هو عن طريقه من يعني الارض اصبحت متقلبه بالرهون واصبحت متقلبه بالديون. المشكل هاد الناس ديال ورثه صالح الحميد، رغم انهم كيقولوا لنا ودي ما ديروش الوقفات وما ديروش هذا، راه ما يمكنش تحكم في 350 اسره التي اصبحت كلها مريضه. حنا كنقولوا السيد عادل قطان، وهذا نداء السيد عادل قطان، ان هاد الناس راه ما غيتراجعوش على الحقوق ديالهم. راه حنا هالمشيه الثانيه ان شاء الله غتكون امام المركب السكني ديالك اللي في ضرب وعزه اللي بالمليارات، راه ما نتحقروش حنا. حنا الحمد لله في دوله الحق والقانون، ما يمكنش انك تحقرنا باش ان يقول واحد الكلام ويرجع غلطه. هما تيقول لك ودي حنا ما كنعرفوكمش. كيفاش دير واحد الاعتراف السيد عادل القطان اللي اعترفتوا بانتم في دعوه القسمه اللي كتقولوا هاد الضحايا غنتكلفوا بهم اليوم حسن النيه، وكذلك في وعد بالبيع الذين كدرتوا وعد البيع مع مستثمر من اجل تفويت العقار، وقلتم بان هناك حجوزات تحفظيه للضحايا. حنا كنقولوا بان رانا ما غنتراجعوش. مساله ديال 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 الناس اللي كانوا كيخافوه راه خسروه، كاين اللي فقد باه بحال واحد السيد مسكين توفى معنا، اصبح الملكيه فيها الورثه ديالو، السيد اللي قطع معنا رجله بسبب السكر، لا طونسيون، اكتئابات. انا قلت قبيله اكثر من 50% من هاد الناس هادو عندهم ملفات طبيه. حنا ما غنتراجعوش، وكنعاود الناشد وكنشكر السيد السفير من المنبر المحترم انه تدخل في المشكل وواقف على 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 الملف، ولكن نقول له نتمنى ان يستدعي السيد عادل قطان اللي بالمناسبه هو دخل الان المغرب ويستدعي من اجل يعني حل المشكل، لان الان جميع الشركاء الحمد لله في تسويه حقيقيه وفيه مبادره للصلح. الان الذي يعرقله هو السيد عادل قطان. بالنسبه للسفاره من طبيعه الحال اللي ما كان والو، راه غادي نعاودوا انت من الناس اللي مشيت معنا السفاره غنمشيو، ولكن هذه المره تما كاين لن نبرح اماكننا، غادي نريحوا تما كاين وكاين العطله، غادي نريحوا تما وغنباتوا امام السفاره حتى تتدخل الجهات العليا المملكه السعوديه بانصاف الضحايا لتسع سنوات. حاليا حنا الحمد لله كاين واحد المبادره ديال الصلح الذي كنحيي بها الورثه ديال صالح الحميد اللي هما يدخلوا في واحد المبادره قويه وطرحوها
والحمد لله يعني غير ترجموا تدخل من السفاره من طبيعه الحال. انا كنشكر السيد السفير، هناك تدخل من 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 جانب السفير المحترم، وكذلك هناك اخبار كذلك المملكه السعوديه على صعيد يعني مسائل عليا، هناك تدخل في الملف. ولكن حنا ما يمكنش ان الانسان يبقى 9 سنوات الناس ما بقاش عندهم القوه، الناس راه الفلوس هذه اللي دفعتها خلصتها، راه خلصتها في الامراض، الناس راه مرضوا، الناس تكرفصوا. يعني السيد انا كنوجه النداء ديالي الاخير السيد عادل القطان، فك معنا باللغه ديال المغربيه ديالنا، نقول لك حنا راه ما غنضحكروش بلادنا، فك معنا. الله يرحم الوالدين كما قال المغفور يعني الحسن الثاني رحمه الله، واعطينا ارضنا واعطينا ارضنا الله يرحم بها الوالدين، راه ما غنتنازلوش على الارض ديالنا. السلام عليكم، كنشكر من هذا المنبر صاحب الجلاله، من يشوف من الحال ديال هاد الناس مساكن راه تكرفصوا، حنا دفعنا فلوسنا وحلوا معنا المشكل، وجا هاد القطان حبس على الناس كاملين، والناس كاين اللي مساكن هجالات، كاين اللي مات ليهم رجالهم، كاين اللي مساكن تشلوا، كان تصابوا بالمرض، كلهم الناس راه تكرفصوا. هاد الشيء اللي غنقول السيد راس المحكمه والقاضي يشوف من حال هاد الشيء. 13 مليون، وكاين اللي دافع 30 مليون، وكاين اللي دافع 60 مليون. كل واحد مع كل واحد شرى، كاين اللي شرى البقعة على الشارع، كاين اللي شرى الداخل، كل واحد كيفاش. شرينا من تحقرنا، على ما تحقرناش في بلادنا، في بلادنا وتحقرنا، كل واحد كيفاش مسكين جمعها. هذا الشيء ولدي اللي كاين. باش يوصلكم جديد ديال اسفي الان، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.